البلد يا دولة الرئيس رتبت وهي أمام تسأل عنها، لكن يبقى البلد لا يأتي من الأدلة ببعضه لم يحتكف على أساسها. البلد ليست سلعة في سوق تثمن بعد الأصوات التي تعملها. البلد مستقبل أبنائنا الذين كيدوا كل الحكومات التي فشلت في رد الاعتبار بجهدهم في التعليم وحبهم لوطنهم. شبابنا كرهنا كثيرا يا دولة الرئيس، كرهنا آباء ومسؤولين لأننا لم نزرع لهم حتى يحصلوا. دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجميلة، نحن معك إن زدت الحق والعدل والجرأة في طرد كل فاسد، ومعك ولسنا عليك إذا أوقفت نهزة اختيار من يتولون المناصب العامة، ونحن معك إن حققته بشكل سريع بسرقة التوفي والاختبارات الوطنية وملف نفط العراق وبورد البحر الميت. ونحن لسنا معك إن لم تفتح ملف الله إلى أن ذكر، لكننا نتمنى لك التوفيق. في الحساب القريب قد لا يكون أي نتيجة غير الفقهية ما كان حجمها، لكن في الحساب البعيد أخشى من فقدان يكرر الإخفاق الموجود في حكومات سابقة لا سمح الله. يؤدي إلى نقص، هذا النقص لا سمح الله سيضاعف الكلفة الاقتصادية للأمن اليومي والنهار الأردني الذي يتداخل فيه المال مع السلطة، فضلا عن الفساد العميم الذي أصبح المبدأ في عمله بعض المؤسسات. وتأتينا دولة الرئيس بنص الخلدوني أموالية محددة في حالة سلطانية ملكية، كنت أتمنى أن أستشهد بن رشد وتترك انتهازية ابن خلدون الذي قضي بوظيفة عند التتار وقبل يد الباغي تيمور منك وخان دمشق. من يخون دمشق قد لا يصلح أن يذكر اسمه تحت هذا القبة، أدمشق تخان؟ والله صدق ذاك الصبي الذي قال لأبي حنيفة ذات يوم وهو يمشي في أحد أزقة بغداد: إن في سقوط العالم سقوط للعالم. دولة الرئيس استعادة كل عنوان ولايتك العامة والفقر أتعب الناس، والتعليم مشروعك الذي ندعم إصلاحك فيه، والعدالة تحتاج إلى رجال وقادة، والثقة أكررها في الأطراف وليست هنا. كلام قلته للحكومة السابقة فلم أسمعه أكرره لتسمعه هذه الحكومة أيضا. من حسن الطالع دولة الرئيس أن هذه الحكومة وهذا المجلس جاءنا بداية قرن جديد لوطننا الحبيب، ومن الواجب القول بأن ملفاتنا كثيرة ما زالت هو إنجاز، فماذا عن الاستثمار في المحافظات؟ وماذا عن التشغيل بدل التوظيف؟ وماذا عن الاستثمار في التعليم العالي؟ ألم يؤمن الآن الأوان نفتح الاستثمار في التعليم العالي وفي المحافظات بكل شفافية؟ أين الحكومة من الاستثمار في الصخر الزيتي في الكرك؟ أين قطاع الزرقاء عمان؟ أين التنمية الحقيقية في معان وقبيلة؟ وماذا عن أموال الجامعات ودعمها والتي أضحت بركات بعضها مرهونة؟ هل تجرؤ حكومتكم يا دولة الرئيس اليوم، ليس غدا، على الإعلان عن أسماء كل الرؤوس الكبيرة والمتنفذين الذي أدخلوا إلى البلد؟ مصنع تزوير دخان كامل مع مطبعة دون حسين أو رقيب؟ من استطاع أن يدخل ويساعد في إدخال مصنع أضاع على الموازنة الأردنية ملايين الدنانير لن يتوانى عن إدخال متفجرات وصواريخ أو أي فساد بعد هذا الفساد. أين نحن من الإعلام الوطني ولا أقول إعلام الدولة؟ هل يترك الناس وراء السوشيال ميديا؟ الشكر لا يكفيكم فرسان الحق وأجهزتنا الأمنية الأخرى على جهودكم جميعاً. هل قناتنا هناك ممثلة جديدة لطبقة جديدة في الوطن؟ هل طورناك استجابة وطنية للتحديات الراهنة؟ أما الجند والمؤسسات الأمنية فلا نقول بحقها إلا حمه الله، فهو جند حق وسياج منعه، لا يجب أن يخضعوا لأي نقاش ولا نسمح لأي صوت أن ينعق عليهم سواء من الداخل أو من الخارج. أسئلتي كثيرة وقام الوقت على الانتهاء، لكن أقول يا دولة الرئيس في الدولة الناضجة، ألم نكن أفضل حالا في الخمسينات؟ أعتقد دولة الرئيس أن أقول لكم لقد كنا دولة ناضجة بدأت ونشأت وتطورت، ولكنها باشرت ممارسة المراهقة السياسية في وقت متأخر. لم ألتمس سيرة أي وزير ولا على رأي سبق له أن أبدأ، سواء كان في حراكي أو في أعلى درجات الولاء. المعيار عندي وعند الكثيرين هو الإنجاز. الأهم عدم التضييع وتشويه الثقة ومزاج الشارع، والتزوير هو مهمة اطلعت فيها استطلاعات الأخير في الأردن.
ألم تكن استطاعت الحكومة السابقة قادرة على أداء مهامها؟ وأن الفريق أقوى من الرئيس؟ وهي اليوم تكرر ذلك اللعبة وتقول عكس ما قالت الحكومة السابقة بأن عنوان قوة الحكومة هي الرئيس. تلك ثقافة حق الوطن تركك أبرار الحكومات وقوات المؤسسات. ليس لي أي حق أو غنى أو مصلحة شخصية معي وزير سابق، لكن لي الحق أن أتساءل، ألم تكن أنت وخمسة عشر وزيرا في هذه الحكومة وزراء في مجلس وزراء الحكومة السابقة التي كانت في بلاد العباد؟ من فيكم قدم استقالة في اعتراض على تلك الحكومة؟ أخيرا لا تفجر بين الاستناد وستكتفي أصوات الغلط، وسينكسر حلم الوطن القوي بسبب ضعف المسؤولين، وستدخل في الجماعة لكلمة كل حكومة عاجزة عن مرض الفساد وتحقيق التنمية الحقيقية، وستفر السلطة الوصفي الذين يعتقدون أن هذا البلد قد انتهى راهنون، والذين يعتقدون أن هذا البلد بيعزه راهنون كذلك، والذين يتصرفون بما يخص هذا البلد كأنه جوع كمال داشر راهنون كذلك، الذين يتصرفون كالفئران الخالي على سفينة في بحر الماء سيغرقون كما تغرق الفئران، وستبقى السفينة تنفر الأباب إلى شاطئ السلامة حينما يتعلق الأمر الوطن، لا فرق بين الخيار والخطأ لأن النتيجة هي ذاتها. وعقب على أهالي المرتبة بالفقر والإفلاس والوزراء المرتكبين، ولأجل إسقاط الجماعية العامة للحكومات والأمل المفقود بالإصلاح، ولأجل الأمهات الصابرات والجدات العتاقة، ولأجل الشهداء الموصل وحابس وحتى سائل وراشد، وقال من قال الأول يبشر على خارج محبسه يصول ويجول، ولأجل المعلمين والمعلمات، ولأجل القضاة والأطباء الباركين بالديون، ولأجل الباركين ينقصوا قرح يحمي عورة الوطن، ولأجل فقرنا الجميل وغبار قمحنا، ولأجل مدارسنا الآلية بالسقوط أو غيرها المدرسة التي خرجت منها، ولأجل جيل قتيبة وأمثاله بعد حجب الثقة عن هذه الحكومة، إن لم يكن واجبا فهو أمر ثاب عليه لأنها أمانة فأحجبها، وسيبقى في جيوب أمهاتنا نوى من تمر تلقينا به على وجه كل فاسد لا يعرف قيمة وطنه وأرضه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.